وللمزيد تنضم إلينا الأستاذة نيفين شحاتة، نائبة رئيس تحرير الأهرام. أستاذة نيفين، كيف تقيمين دور المرأة خلال الثماني سنوات الماضية؟ ما تحقق لها من مكاسب وما يتبقى؟ الحقيقة المرأة في عهد الرئيس السيسي يعني نالت كثير من الحقوق التي طالما طلبت بها، يعني يمكن أكبر حق كانت بتطالب فيه يمكن من 74 سنة هو حقها كتعيين قاضية في مجلس الدولة وفي النيابة العامة. وبالفعل تم تعيين حوالي 98 قاضية، ويمكن خلال الأسبوع اللي فات أو الأسبوعين الماضيين كمان في 37 قاضية أخرى أضيفت إلى هذا العدد. فده طبعا حق كانت طالما بتطالب فيه المرأة المصرية، وطالما كانت تتمنى الحصول عليه، وهي يعني تجلس على منصة القضاء جنبا الى جنب الرجل، وايضا تجلس بمفردها لتبدي رايها في القضايا المختلفه. وطبعا ده يعني شرف عظيم لكل سيدات مصر، وايضا في امور كثيره جدا يعني نالت حظها المراه منها، سواء من المبادرات الخاصه بصحه المراه، سواء المبادرات الخاصة أيضا بتوعية المرأة والتمكين الاقتصادي والتمكين الاجتماعي، وأيضا المبادرات الخاصة بالوعي السياسي للمرأة والتمكين السياسي. وكل هذه الأمور في إطار الاستراتيجية للتنمية المستدامة، استراتيجية تطوير المرأة للتنمية المستدامة 2030، اللي حققت بالفعل منها على أرض الواقع الكثير من المكتسبات والكثير من المزايا طبعا. وأهمها إن هي حصلت أيضا على حقوقها في تعيينها كمحافظة ونائب محافظ، وأيضا مستشارة للرئيس للأمن القومي. وكل هذه الأمور يعني تعكس اهتمام الرئيس واهتمام الدولة بمكانة المرأة والحصول على حقها التي طالما طلبت فيه. لو اتكلمنا بقى على مستوى المرأة المعيلة والمرأة اللي بيتم تدريبها وتحسين المستوى الاقتصادي في ظل يعني كان هناك أزمة كورونا، كيف تم التعامل مع ذلك بالنسبة للمرأة؟ بالنسبة لأزمة كورونا يعني يمكن كان في قرارات كثيرة منصفة للمرأة، أهمها المرأة العاملة والحصول على أجازة يعني في أيام الأسبوع، وحضورها إلى مقر العمل مرتين أو ثلاثة في الأسبوع لتجلس مع أولادها عشان خاطر المذاكرة وعشان خاطر التحصيل الدراسي. فكل هذه الامور في صالح المراه. ايضا توفير مشروعات صغيره للمراه بحدود ميسره، ويمكن وزيره التضامن الاجتماعي كمان قالت ان المراه اللي تتمحو امنيتها هيكون يعني ليها تيسيرات كثيره في مساله القروض، وممكن كمان تعفى من مقدمات القروض. ايضا مساله محو الامنيه ومساله تعليم المراه، ايضا توعيه المراه بقضيه الزواج المبكر، وايضا الامراض المصاحبه للزواج المبكر. يعني في امور كثيره جدا خاصه بالمراه المصريه يعني كان في تركيز عليها خلال الفتره اللي فاتت، ويمكن مؤخرا كان مؤتمر الاسره المصريه اللي اهتم بالاسره المصريه عموما وبالمراه بصفه خاصه، وكلها امور بتعكس اهتمام الدوله وتقدير الدوله والرئيس لمكانه المراه ولدورها العظيم. وطبعا عظيمات مصر في كل المحافل يعني احنا بنحتفل بيهم، سواء فأعضاء في مجلس النواب، أيضا الكوتة الكبيرة لعضوة مجلس النواب، وأيضا في الأماكن المختلفة البارزة اللي يعني كانت في فترة من الفترات حكر على الرجل، لكن أصبحت المرأة بتنافس الرجل وبقوة، وأثبتت جدارتها وأثبتت تفوقها في هذه الأماكن، وأن هي قادرة على تحمل المسؤولية زي ما بتتحمل مسؤولية بيتها الصغير، فبيتها الكبير اللي هو الوطن بتقدر أنها تتحمل مسؤوليته وتخدم فيه بقدر المستطاع. أستاذة نيفين شحاتة، نائبة رئيس تحرير الأهرام، كنت معنا هاتفيا، شكرا جزيلا لك.